بروح لخبر مختلف حبتين. امبارح كشفت رابطة الأندية المصرية عن الكرة الرئيسية لمباريات الدوري العام في الموسم الجديد والمنتظر طبعا انطلاقه بعد أسابيع قليلة من نهاية الموسم الجاري. نشرت رابطة الأندية صور للكرة الجديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت عليها وقالت: دعونا نستعرض كرة الموسم الجديد من دوري رابطة الأندية المحترفة، متشوقين جدا لنراها في المباريات. حلوه شكلها لطيفه والله ركزت انا في التفاصيل. بص بقى